حتى هذه اللحظة لم يصدر أي بيان عن الفصائل الفلسطينية، خاصة حركة حماس أو كتائب القسام، سواء بتأكيد أو نفي ما جرى في مدينة رفح لرئيس مكتبها السياسي يحيى السنوار. حتى هذه اللحظة ما ينقل فقط عن الإعلام العبري هو أن ما جرى في مدينة رفح تحديدا قد يكون في منطقة عزبة الندى، وهي أكثر المناطق التي يدور فيها اشتباكات على مدار الأيام القليلة الماضية في المنطقة الغربية من مدينة رفح، خاصة وأن الجيش عندما انتهى من منطقة حيتل للسلطان والحي السعودي بعد تدمير غالبية المنازل في هذه المنطقة اتجه إلى منطقة عزبة الندى. تم استهداف مبنى في هذه المنطقة من دبابة إسرائيلية بقذيفة، وعندما توجه طائرة درون لفحص ما جرى داخل هذا المنزل تم التعرف على جثمان رئيس مكتب حركة حماس المكتب السياسي يحيى السنوار، وبجانبه كانت جثمان لمحمود حمدان وهو قائد في كتائب القسام تحديدا في المنطقة الغربية من مدينة رفح في منطقة تل السلطان، وجثة ثالثة لأحد القيادات أيضا في كتائب القسام. وبعدها تم نقل صور مباشرة إلى المحققين الإسرائيليين داخل إسرائيل والذين التقوا السنوار سابقا وحققوا معه للتأكد من جثمان يحيى السنوار الموجود في هذه المنطقة. العملية جرت يعني بحسب الحديث عبر الإعلام الإسرائيلي بدون أي جهد استخباري، بدون أي معلومات، سوى أن هذه العملية كانت خلال عملية قتال مع المسلحين في هذه المنطقة، وبمحض الصدفة كان السنوار ضمن خلية كانت موجودة في هذه المنطقة تشتبك مع القوات الإسرائيلية الموجودة في هذه المنطقة. حتى هذه اللحظة هذه الرواية فقط صادرة عن الإعلام الإسرائيلي، لم يصدر لا أي نفي ولا تأكيد من الفصائل الفلسطينية سواء كان تم استهدافه في غرب مدينة رفح أو في مكان آخر، لأن يعني الأخبار بدأت عصر هذا اليوم بروايات متناقضة من الإعلام العبري، وخلال ساعة تم تأكيد اغتيال قائد مكتب حركة حماس يحيى السنوار في هذه العملية. كان موجودا في هذا المنزل يرتدي جعبة عسكرية مليئة بالقنابل، أيضا المنزل الذي تواجد بداخله منزل مفخخ، ويعني إسرائيل كانت سابقا تعتقد أن السنوار سيكون موجود بجانب عدد كبير من الأسرى والجنود الإسرائيليين داخل نفق، يكون معه أيضا شقيقه محمد السنوار وهو أحد الشخصيات العسكرية البارزة في كتائب القسام والتي تحاول وتبحث عنه إسرائيل من مكان إلى مكان. ولكن هذا ما جرى عصر هذا اليوم. العملية لم تكن هذا اليوم بل كانت قبل عدة أيام، واليوم بدأت إسرائيل بالحديث عن هذه العملية وتأكيد عملية اغتيال قائد مكتب حركة حماس يحيى السنوار.